قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل. وفي رواية: الطاعون رجس أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم. فهذا يدل على أن الله عز وجل يرسل هذا الطاعون وهذا العذاب وهذا الرجس على طائفة أو على بلد معين أو على من يعصي الله عز وجل أو يتحدى الله عز وجل. ولكن إذا كان الطاعون كما ذكرت عذابا، فكيف ينزل على بلاد المسلمين؟ فهل هذا أيضا من العذاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضح ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: كما سألته أمنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها عن الطاعون، فقال: إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. فهذا يدل على أن الطاعون يكون عذابا على الذين كفروا ورحمة على الذين آمنوا، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما على المؤمنين فقد يكون نذارة وقد يكون رحمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما النذارة فعندنا أدلة على ذلك، منها قول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي لعلهم يعودون إلى الله عز وجل ويؤمنون به ويقيمون شرعه وحدوده سبحانه وتعالى، فهذا من النظارة. وأما من الرحمة فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وزيادة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهداء خمس، منهم المطعون أي الذي مات في مرض الطاعون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الطاعون شهادة لكل مسلم، من يصيبه الطاعون وهو مسلم ويموت بهذا المرض فهو من الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن المسلم إذا مات بسبب الطاعون فهو شهيد، وهذا خاص بالمسلمين. أما غير المسلمين، وإن كنت من غير المسلمين فأقول لك ليس ذلك فيه عنصرية ولا شيء، فإذا رأيت بعض البلاد تميز مواطنيها أو من يحملون جنسيتها بأمور معينة فأنت لا تقول أن هذه عنصرية، بل تقول: يا بخت هؤلاء ويا حظ هؤلاء أنهم ينتسبون إلى البلد الفلانية أو أنهم يحملون جنسية البلد الفلاني فهم يتميزون بكذا وكذا وكذا، ولا تقول عليها عنصرية. كذلك من ينتمي إلى الإسلام ومن يحمل الدين ويقيم شرع الله عز وجل فإنه يصيبه هذه الميزات التي لا تكون إلا للمسلمين. وأيضا هو نذارة لمن يعصي الله عز وجل أنه يعود إلى الله عز وجل ويخشى عذاب الله عز وجل. ولا شك أن هذا الطاعون آية من آيات الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي يخوف الله بها عباده حتى يعودوا إليه بعد أن ظهر فيهم المعاصي والفساد وانتشر بين الناس وأعلنوا به وتفاخروا به، فإن الله عز وجل يرسل آية حتى يعود الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمن آمن واتقى فإن الله عز وجل يجعل عيشته هنية ويفتح له بركات من السماء والأرض، ومن كذب وأعرض وخالف وعصى الله عز وجل فإنه يؤخذ بهذه الذنوب. فلا تظن أيها الأحبة أن مع وجود هذه الفواحش والمعاصي التي انتشرت والتي تذاع ويتفاخر الشعوب بها أنها من طاعة الله عز وجل أو من دين الله عز وجل، بل هذه من معصية الله عز وجل. لذلك قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث أي إذا انتشر الخبث وأصبحت عامة الشعوب وعامة المجتمع يفعلون هذه المعاصي ويتفاخرون بها، وأنتم أدرى مني بحال كل شعب من الشعوب الإسلامية والشعوب العربية. لذلك الطاعون نذير لمن عصى الله عز وجل وعذاب على من كفر بالله عز وجل ورحمة للمؤمنين بأنهم يموتوا شهداء والله يصطفي من عباده من يشاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.